ماجدة محمد صبحي مطالق من قرية بالصفافة، ناشطة في العمل التطوعي ومهتمة بالتراث الفلسطيني. كعك العيد هو أهم وأحد مظاهر العيد، وهو إعلان للعيد. يعني أعتقد أن جاء كعك العيد على فلسطين من أواخر الدولة العباسية، من فترة العهد الطولوني، وأجا من مصر وصار وانتشر في فلسطين. وفعلا من هذاك الوقت، من فترة الدولة العباسية، فلسطين من أحد مظاهر عيدها هي كعك العيد اللي هو المعمول بالجوز والكعك اللي بعجوة. عندنا هون السميد الخشن، السمنة المطبوخة بالبيت، السمنة النباتية، عندنا شوية خميرة، شوية سكر، ذرة ملح للعجينة كمان، وحليب بودرة، ونقيع ينسون، نقيع ينسون مع ميته حتى نعجن فيه الكعك. يعني نقدر نقسم عملية الكعك ل خلينا نقول 4 أو 5 مراحل. هي المرحلة الأولى مرحلة التحضيرات وشراء كل المستلزمات، عجن العجوة وعملها كرات، دقة الجوز مع بهارات، مع العسل، مع جوز الهند، ونجهز الجوز يكون جاهز. كل هاي الأمور لازم تكون جاهزة قبل الجلوس على الطاولة، يعني تكون تحضير الصواني، عجين العجينة وجاهزة تكون مرتاحة ومزبطة، وكمان الأيدي العاملة تكون ست البيت مزبطة أمورها مع الفريق العمل بده يساعدها. والعملية الثانية هي إن تقطيع العجين. تقطيع العجين المرحلة الثانية بتكون هي حشوة العجين إما بالعجوة أو إما بالجوز. بعد الحشوة تنتقل، بكون هيك الفريق متسلسل، واحدة بتقطع، واحدة بتحشي، واحدة بتثقب العجينة، واحدة بتنكش، وهكذا واحدة تكون واقفة على الفرن. في مهرج في الأقصى بكرة طبعا. طيب خلاص، يعني دكة القالب على الطاولة هاي بتعطي، بتقول للجيران هي هيو دار فلان بيعملوا كعك، سامع طقة كوالب الكعك. فهي كمان إعلان من إعلانات العيد، صوت طقة كوالب الكعك في ليلة العيد. أهم مرحلة في صناعة الكعك هي مرحلة الخبيز، ولازم تكون يعني مراقبة شديدة، لأن ثواني إذا ست البيت غفلت عن الصينية تحمرت كثير، فهيك خربنا عمل جهد تقريبا زي طول ساعة. فأهم شيء المراقبة على الصواني. بعتبر إن الكعك في أيام في أواخر رمضان هي كليلة العيد نعمل كعك، مش لازم تهمل، لأن هي أول هي وكأنها استقبال للعيد. أطفالنا لازم يشعروا بالعيد من خلال أول نقطة هي الكعك. يعني أنا كماجدة ما زلت أذكر طفولتي من زمان، كيف كنا نعرف إن العيد قرب من ريحة الكعك في البيت، من تحضيرات أمي للكعك، تجيب العجوة وتنادي الجارات والسلفات والحبايب وجو العونة. الصبايا الأيام هاي بيحبوا الكعكة الصغيرة المسمسمة. أنا إما كلت لي يما ضيفك لما يجي بده يوتشل لازم يشبع من أول حبة، يمكن يستحي يمد إيده على الحبة الثانية. فأنا دائما بحب الكعك اللي حجمه كبير هيك. قبل ما نقدمه للضيف اللي هي بتيجي الرتوش الأخيرة اللي هيك، إنه السكر الناعم لازم نرش عليه السكر الناعم، بتحس هيك الكعك يعني العين اللي بتاكل الكعك ذاك بدون السكر الناعم، هي بس هي زينة هيك.
كعك موروثات حلوة لازم نحافظ عليها من موروثات الشعب الفلسطيني، مثلها مثل الثوب، مثل الأغاني الشعبية في أعراسنا. فأتمنى أن صبايا والأجيال القادمة يحافظوا على هذا الطقس العيدي، الطقس الفلسطيني العريق.